شوف اللي بعد كده. لاعب من الاهلي تتمنى يلعب في الزمالك. خد بالك التمني والحاجات دي، كل لعيبه النادي الاهلي لعيبه كويسه جدا، وكل لعيبه نادي الزمالك لعيبه كويسه جدا. ولم قلت على لاعب حتى في نادي الاهلي كويس وعايزه يبقى موجود في نادي الزمالك، ما في نادي الزمالك في نفس المكان لعيبه كتيره جدا، فكل لعيب هو مميز في فريقه في المكان بتاعه في فريقه. عظيم، راي محترم.